السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم درسنا الأخير في موضوع الدهنيات. اليوم راح نحل أسئلة في موضوع الدهنيات كتلخيص للموضوع. راح اخترنا عدد من الأسئلة، أقسام من الأسئلة، أسئلة البقروت اللي هي بالأساس ملائمة لتركيز البقروت لسنة 2020، يعني اللي داخل في المنهاج المطلوب لبقروت السنة. واخترنا بعض الأسئلة من سنة 2018 و16 2008، وبعد الاستراحة إن شاء الله منحل قسم من أقسام من البقريت لأسئلة البقروت 2011 2015 2007. رح نبدأ في السؤال الأول اللي هو سؤال 7 بقروت 2018. السؤال التالي هو سؤال متعدد الإجابات اللي بيحكي عن حامض أرومنيك، حامض دهني موجود بحليب البقر، والصيغة الجزيئية أو الصيغة البنائية المختصرة، الصيغة البنائية المختصرة لحامض أرومنيك محطاة قدامنا، وبيسألنا أي من الجمل التالي هي الصحيحة. فالإجابات: الصيغة الجزيئية لحامض أرومنيك هي C17H32O2، و2 الكتابة المختصرة لحامض أرومنيك هي C18-2-أوميجا-7-سيز-سيز، 3 أحد الأربطة المزدوجة في جزيء حامض الرومينيك هو بمبنى ترانس، و4 حامض الرومينيك يتبع لمجموعة الأحماض الدهنية أوميجا 6. سؤالنا أني من هذول الإجابات هو الصحيح. طبعا عشان الطالب يقدر يحل سؤال من هالشكل لازم الطالب يعرف المعلومات، يكون عنده معلومات علمية التالي. أول إشي لازم يكون عنده قدرة على قراءة طرق تمثيل مختلفة للحامض الدهني، يعني يعرف شو هي الصيغة البنائية المختصرة، شو هو التسجيل المختصر، وهي شو الصيغة الجزيئية للأحماض الدهنية. وثانيا لازم يميز ما بين المبنى الفراغي لسيز ومبنى الفراغي للترانس اللي حول الرابط الزوجي. طبعا الإجابة الصحيحة هي إجابة رقم 3، واللي هي بتقول أنه أحد الأربطة الزوجية في مبنى حامض الرومينيك هو رابط من نوع سيز. فإذا بنشوف عندنا في الرسم هون الصيغة اللي بتعرض الصيغة البنائية الكاملة لحامض الرومينيك، بنشوف أنه في عندنا رباط واحد من الأربطة الزوجية بمبنى ترانس والرابط الآخر في مبنى سيز. طبعا رح نحكي عن قصة أنه الرباطين متجاورين، ونلاحظ أنه الرباطين متجاورين إشي مش شائع بالأحماض الدهنية، حيث أنه الشائع إذا في عنا أكثر من رباط زوجي واحد في الحامض الدهني يكون في بين الحامض بين الرباط الزوجي والرابط الزوجي الثاني يكون في عنا مجموعة مثيلين، ولكن هون حالات قليلة جدا ولكن موجودة أنه ممكن أن يكون الروابط الزوجية متجاورة في الحامض الدهني. فعمليا إحنا عنا حالة شاذة أو خارج عن القاعدة أو مختلفة عن شائع. كيف بدكم احسبوها؟ انه في عندنا رباط واحد بمبنى ترانس والرابط الزوجي المبنى الفراغي حوله الثاني هو سيز. طبعا عبرت لكم عنه هون، اضفت ذرات الهيدروجين عشان تكون الصوره واضحه اكثر. فبنشوف انه واحد من الاربطه هو ترانس والثاني سيز. ملاحظ انه فيش هون بيناتهم مجموعة الميتيلين بين الرابط الزوجي والرابط الزوجي المجاور. من المهم أني هنا أحكي لكم شغلي أنه إحنا هاي صيغة بنائية مختصرة، فأنا هون زدت عليها ذرات الهيدروجين، ولكن إذا بنكتب صيغة بنائية مختصرة ما بنحط ذرات الهيدروجين حول الأربطة الزوجية، بنخليهم بدون ذرات الهيدروجين اللي موجودة مثل ما إسا حطيت لكم إياهم. شو الحل تاعنا؟ قلنا الجواب الصحيح هو جواب رقم 3، واللي بيقول انه في احد الاربطه الزوجيه ترانس والاخر سيز. فطب ليش باقي الاجوبه غير صحيحه؟ الجواب 1 و2 بيحكوا على غير صحيحات، لانه حامض الرومينيك فيه عدد ذرات الكربون غير ملائم لشو هو حامض الرومينيك. فحامض الرومينيك فيه 16 ذره كربون، ومش مثل ما عرضوا في الجواب رقم 1 ورقم 2 انه 18 ذرة كربون.
بينما الإجابة رقم 4 غير صحيحة، لأنه إذا إحنا متذكرين من الدروس السابقة الأوميجا 6، الأوميجا 6 هو رباط زوجي بيبدأ على ذرة الكربون رقم 6، بينما في حامض الرومانيك الرابط الزوجي الأول بيبدأ على ذرة الكربون رقم 7. ننتقل الآن لسؤال تاني اللي هو سؤال 11 بند ألف من بقروت 2016. هذا السؤال بيحكي عن زيت النخيل اللي يحوي على حوامض دهنية، مثل بالأساس الحوامض الدهنية الأساسيات اللي بيكونوا لزيت النخيل هني اللي موجودات في الجدول قدام، اللي هو حامض البلماتيك، و44% من زيت النخيل يحوي على حامض البلماتيك و37% يحوي على حامض الأوليك. فالسؤال تاعنا بطلب مننا أنه نكتب كتابة مختصرة أو ما يسمى تسجيل مختصر لحامض البلماتيك ولحامض الأوليك. إحنا معطى قدامنا هون في الجدول اسم الحامض، الرمز للحامض، تمثيل إلى الصيغة البنائية المختصرة، والنسب المئوية تبعت الأحماض في زيت النخيل. طبعاً رح نعطيكم وقت تحاولوا تحلوه. بفضل أني أرجع أفرجيكم السؤال نفسه تشوفوه وتحاولوا أنه تكتبوا التسجيل المختصر. أوكي، هات نشوف شو هذا السؤال بده. عشان الطالب يعرف حل سؤال من هالشكل، أول إشي كمان مرة لازم يكون عنده قدرة على قراءة طرق تمثيل مختلفة للحامض الدهني، يعني يعرف شو الصيغة البنائية المختصرة، شو الصيغة البنائية الكاملة، شو التسجيل المختصر، شو يعني صيغة جزيئية. من ناحية تانية يميز إذا في عنا سيز وترانس عشان يقدر يكتب صيغة التسجيل المختصر. طبعاً إذا أنتوا انتبهتوا منيح على الجدول، أول إشي بدي أعمله عشان أقدر أحل سؤال من هالشكل، أنا بدي أعد عدد ذرات الكربون وأفحص إذا في عندي أربطة زوجية وشو نوع الرابط الزوجي، هل هو سيز أو ترانس. ففي حامض البلماتيك منشوف أنه عدد ذرات الكربون الموجود 16، وحسب عدد ذرات الهيدروجين منشوف أنه فيش عندنا أي رابط زوجي، ولو كان في رابط زوجي كان عبر عنه بالطريقة التالية. فبما أنه 16 ذرة كربون فمنقول سي 16 نقطتين صفر، يدل على أنه صفر أربطة زوجية. بينما حامض الأوليك طبعاً في البداية بنتبه أنه فيه رباط زوجي، وإذا بعد ذرات الكربون كلياتهم بشوف أنه في عندي 18 ذرة كربون، والرابط الزوجي يبدأ على ذرة الكربون رقم 9. طبعاً هون عندي ذرة كربون واحدة وهون عندي أخرى 7 ذرات كربون، إذا عندنا 8 ذرات وهذا الكربون رقم 9 رح يكون هنا. فالرباط الزوجي يبدأ على ذرة الكربون رقم 9، فبقول سي 18 واحد أوميجا 9 سيز. شو الأخطاء اللي ممكن الطالب يخطأ فيها واللي كانت في البقروت بوقته؟ ممكن الطالب يعد عدد ذرات كربون غير صحيح، أو ممكن أن يغلط في نوع الإزوميريا، هل هي نوع سيز أم ترانس. فجدا مهم أنه في حل البقروت إذا معطى معنا سيز نعبر عنه بواسطة أن نكتب سيز مش ترانس، يعني حتى هاي نحاسب عليها في البقروت إذا سيز أم ترانس، وغالبيا غالبا ما تأخذ قصة كبير من علامة السؤال. ننتقل إلى سؤال قسم من سؤال 2016، سؤال 11 بقروت 2016. فبقول ألف تنين بيحوي زيت النخيل نسبة مئوية صغيرة من حامض المرستيك. حامض المرستيك التسجيل المختصر تاعه سي 14 صفر، وبقولنا أنه درجة حرارة انصهار حامض المرستيك هي 54 سيلزيوس، وبسألنا هل درجة انصهار حامض البلماتيك اللي هو سي 16 صفر أعلى من 54 سيلزيوس أم أقل منها، وطبعاً علّم. رح ناخذ وقتنا نشوف
حاولوا تحلوا السؤال وأرجع معاكم. اوكي، بتأمل انكم حاولتوا تحلوه وتكتبوا الحل كمان، مش بس نحلوه شفهي، حاول نكتب الحل لانه مهم جدا انه نكتبه عشان نقدر نتعلم ونتمرن كيف نكتبه للبقروت. شو لازم الطالب يعرف عشان يقدر يحل هيك سؤال؟ على الطالب انه يقدر يقارن بين درجات انصهار الحوامض الدهنية معتمدا على العوامل اللي بتأثر على درجة الانصهار، وهون حسب السؤال تاعنا العامل المؤثر هو طول السلسلة الكربونية. أوكي، شو الجواب؟ طبعاً لحامض البلماتيك C16-0 عنده درجة انصهار أعلى من حامض الميرستيك C14-0، والسبب بيعود إلى كون عنده عدد ذرات كربون أكثر، يعني سلسلة كربونية أطول، سحابة إلكترونية أكبر، الإشي اللي بيزيد من التقطبات اللحظية من قوى التجاذب بين الجزيئات، وبيزيد وبرفع من قوى فاندرفالس، لذلك بنحتاج طاقة أكبر لنفكك هاي الأربطة، وهذا الإشي ببين بدرجة انصهار أعلى. طبعاً لنهاية القسم الأول من درسنا رح ننهي في مهمة اللي هو سؤال ألف بقروت 2008، سؤال مغلق لمتعدد الإجابات، وبيقول السؤال كالتالي: شو هي الصيغة البنائية الملائمة للحامض الدهني الحامض الأرخيدونيك اللي كتابته C20-4-أوميجا-6؟ طبعا انتبهوا انه عندنا عدة رسمات وبدك تختار الجواب الصحيح، ومن المهم اني احكي هون انه من الشائع انه يكون بين الرباط الزوجي والرباط الزوجي الاخر مجموعة ميتيلين اللي هي CH2 اللي تقوم بفصلهن، وفي حالات شاذة بيكون مجاورات الروابط الزوجية، في حالات شاذة فقط لا غير. شكراً لكم على حسن الإصغاء، وإن شاء الله بنلتقي بعد الاستراحة. يعطيكم العافية.